بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تناولنا في المحاضرة السابقة وسائل الديمقراطية، وتناولنا أيضا مقومات الديمقراطية. نبدأ هذه المحاضرة بعنوان مهم، ألا وهو ركائز النظام الديمقراطي. فما مكان النظام الديمقراطي سواء نيابي أو رئاسي أو مختلط؟ فإن للنظام الديمقراطي ركائز أساسية، ألا وهي: 1. الانتخابات. تعد الانتخابات وحرية المشاركة فيها ترشيحا وتصويتا من إحدى الحقوق الأساسية والسياسية المكفولة دستوريا لجميع المواطنين في الدول الديمقراطية، وهي من الحقوق التي كفلتها العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في الحق في المشاركة السياسية، سواء على صعيد الترشيح أو على صعيد الانتخاب. فالانتخابات هي أولى ركائز النظام الديمقراطي وأهمها، حيث تقوم على تطبيق نظام تداول السلطة. فبدون انتخابات لا يمكن أن يكون هناك تداول للسلطة. إذن فهي تقوم على تطبيق نظام تداول السلطة من ناحية، ونظام التعددية من ناحية أخرى. لذلك فكل سلطة يجب أن ترتكز على الانتخابات، ويجب أن تتجدد الانتخابات بفوارق زمنية منتظمة. يعني بنفعش أنه تكون انتخابات لمرة واحدة، لا، يجب أن تكون هناك انتخابات دورية، انتخابات دورية، كي لا يشعر الحكام بأنهم مستقلون عن المحكومين. بمعنى أنه لو انتخبنا سواء أعضاء المجلس التشريعي أو حتى من يحكمون في السلطة التنفيذية وفي الرئاسة، لو لم يوجد هناك تجديد هذه الانتخابات، سوف يتحولون إلى ماذا؟ إلى ديكتاتوريين، لأنه ما في لهم تجديد. وكيف أنا بدي أعاقبهم إذا ما قاموا بمهامهم بشكل أساسي وبمهامهم اللي وعدونا فيها، وأنجزوا أيضا ما تحدثوا به في برامجهم الانتخابية؟ كيف نحن بدنا نعاقبهم؟ كيف بدنا نحاسبهم؟ في الانتخابات اللاحقة سوف لا ننتخب هؤلاء الحكام أو من ينوب عنا في المجلس التشريع، وهذا يعتبر أيضا عقاب لهم على تقصيرهم. ولو أعطوا ما عليهم بأمانة وما وعدوا به، سوف يتم تجديد أيضا التصويت لهم وانتخابهم مرة أخرى، وهذا دلالة على أن المجتمع والشعب راضي عليهم. الانتخابات هي أساس التطبيق الديمقراطي، لكن إيش الشرط؟ أن تكون دوريا، يعني زي ما قلت ما بنفع تكون لمرة واحدة، انتخابات دورية بفوارق محددة. على سبيل المثال عندنا ووفق قانوننا كل 4 سنوات يتم تجديد العضوية المجلس التشريعي، وأيضا تجديد لرئيس الدولة. بشرط أن تكون دورية، أي انتخابات بفوارق زمنية محددة ومنتظمة ومتقاربة، بنفعش مرة 4 سنوات ومرة 7 سنوات ومرة 8 سنوات، عليه يصبح لا معنى لهذه الانتخابات. وذلك لضمان تجديد الشرعية للحكام. الشرعية من وين بتيجي هي؟ الشرعية بتيجي من الناخب، من المواطن اللي بنتخب الرئيس وبنتخب أعضاء المجلس التشريعي اللي بيمثلوه. بدون ذلك لو احنا المواطن ما جدد لهم، خلاص تسقط الشرعية عنهم. وأيضا هذه الانتخابات مهمة في موضوع المحاسبة. وكيف المحاسبة؟ احنا ما بدنا محاسبة في الانقلابات، ومحاسبة في الصراعات، ومحاسبة في الاضطرابات، ومحاسبة في إشكالات عديدة ممكن نواجهها كمجتمعية لو احنا بدنا نستخدمها. لا، احنا بدنا المحاسبة تكون للي بيقصروا، ان احنا بدناش ننتخبهم مرة أخرى، لا نريد انتخابهم مرة أخرى. كل من يقصر بحق أبناء شعبه فقط لا يتم التجديد له في الانتخابات اللاحقة.
بحيث يسقط معهم الصوت الانتخابي عن الحكم، وتسقط معهم برامجهم التي لا يرغب فيها الشعب. بمعنى أن لما بنتخب المرة الجاية ما بنتخبك، معناه أن أنت برنامجك هذا طبعا أصبح بالنسبة لنا غير مرغوب فيه، أو ممكن أنت تكون قد وعدتنا بأشياء من خلال برنامجك وأنت ما وفيت فيها، برضو إحنا ما بدنا إياك بناء على ذلك. فإحنا أصواتنا مش هنعطيك إياها لأنك أنت ما التزمت معنا في برنامجك، أو أنت برنامجك أصبح بالنسبة لنا غير مناسب، غير مناسب. والانتخابات بهذا تشمل عنصرين: فوز ممثلي الشعب وإعطائهم الشرعية للحكم، من ينوب عنا، من ينوب عنا كشعب، نحن نعطي أصواتنا لمن ينوب عنا ويمثلنا في الحكم، وهم يأخذون الشرعية من هذا الناخب أي من الهيئة الناخبة، وأيضا محاسبة المقصرين منهم عن فترة حكم سابقة. أنا لما بنتخبكوش الفترة هذه ما بجدد لكم، معناه أنه أنتم عندكم كان إشكالية سابقة، يا إما ما وفتوش في ما وعدتونا فيه، يا إما بالنسبة لنا أصبح برنامجكم لا يتناسب مع الواقع السياسي الجديد. والتمثيل الشعبي عبر الانتخابات يسمح للمواطنين بتعيين الحكام وبعدم إبقائهم في السلطة عند انتهاء ولايتهم، ولضمان النهج الديمقراطي تجري الانتخابات ضمن نظام التعددية. يعني ما بنفع أن يبقى موجود فقط حزب واحد ولا مرشح واحد. طب كيف أنا بدي أختار؟ يجب أن يكون هناك عدة مرشحين للرئاسة، يجب أن يكون هناك عدة أحزاب بترشح أعضاها لعضوية المجالس التشريعية أو لعضوية المجلس التشريعي. فعلشان هذا الموضوع بقى كتير مهم، موجود يكون موجود التعددية السياسية، التعددية الحزبية التي تعني وجود الأحزاب المختلفة في مجرى العملية الانتخابية. فالديمقراطية لا يسعها أن تكون تمثيلية إلا إذا كانت إيش؟ إلا إذا كانت تعددية، بحيث يتولى الناجح منهم أمر السلطة التشريعية والأكثرية تتولى أيضا السلطة التنفيذية، وهذا عادة يكون في النظم النيابية. طيب، الركيزة الثانية الترتيبات الدستورية. الترتيبات الدستورية مهمة للضمان وجود تطبيق الديمقراطية. يبقى الركيزة الثانية للنظام الديمقراطي هي الترتيبات الدستورية للضمان الديمقراطي للحريات والفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، فصلها بعضها عن البعض. والسلطات الثلاث هي تشكل بمجملها النظام السياسي، النظام السياسي. بالعادة تحاول السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطات الأخرى، وأن تهيمن على مقدرات أيضا الشعوب، حتى أنها أحيانا تحاول أخذ دور التشريع أن هي تصبح مشرعة، وأحيانا تستولي على مهمات القضاء. هي أن هذه السلطة التنفيذية عادة تحاول أن تكون مهيمنة على السلطة التشريعية والسلطة القضائية. وللحد من الهيمنة، أي من هيمنة السلطة التنفيذية، هم بيجي دور أهمية الفصل بين السلطات، أهمية الفصل بين السلطات في نصوص دستورية واضحة. لذلك نجد أن الدستور في الدول الديمقراطية عادة ينص على الفصل بين السلطات، ولكن الفصل لا يعني أن هناك فصل تام بين السلطات كما أراده مونتسكيو. لا، الفصل هنا فصل مرن. إيش يعني فصل مرن؟ يعني هناك في علاقة بين السلطات، وفي تنسيق في المهام والعمل بين هذه السلطات، وفي رقابة من السلطات بعضها على بعض، وليس هناك فصل تام. فمن شأن نبدأ فصل السلطات رقابة كل جهاز حكومي من قبل الجهاز الآخر، بحيث أن السلطة تحد السلطة، حيث نجد أن السلطة التشريعية على سبيل المثال تراقب السلطة التنفيذية وتحاسبها وتقر لها الموازنة أو ترفضها، وتمنحها الثقة أو تحجبها عنها، وتقر المشروعات والخطط والاتفاقيات، وكل ما لا تقره السلطة التشريعية لا يمكن المضي به من قبل السلطة التنفيذية. يعني هناك في رقابة من السلطة التشريعية على السلطة
التنفيذية. يعني العلاقة بين السلطات هي علاقات متوازنة، علاقات قائمة على تحقيق مصالح الشعوب، على تحقيق مصالح الشعوب، ولا يعني أن هناك فصل، يعني لا يوجد علاقة بين هذه السلطات، بل توجد علاقة ولكن علاقة منظمة منسقة وفق الدستور، وفق الدستور بما يضمن، بما يضمن حماية النظام الديمقراطي في البلد. ركيزة أخرى من ركائز الديمقراطية وهي حق المواطنين في مساءلة السلطة. وعندما نعني السلطة بشكل أساسي نعني هان الحكومة أو السلطة التنفيذية تحديدا. الركيزة الثالثة للنظام الديمقراطي هي حق المواطنين في إخضاع السلطة السياسية للضغوط والمساءلة والمحاسبة، بحيث تكون أعمال السلطة السياسية معروفة للناس، واضحة، واضحة بما يجب أن يعرفه المواطنين من أمور تتعلق بالسياسة والواقع السياسي. مهم جدا يكون يعرف المواطن بذلك، هو ليس سر، وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية المطلوب في ممارسة الديمقراطية. وهذا الأمر يعطي الحق للمواطنين للاطلاع على الأمور والضغط للتغيير والمحاسبة، وذلك تطبيقا لنظام سيادة القانون ونظام الحقوق والحريات. وهذا أساس نهج النظام الديمقراطي، نهج النظام الديمقراطي إتاحة المعلومات للمواطنين كي يستطيعوا أن يحكموا على ما يتخذ من قرارات سياسية بالطبع بتهم بلدهم وبتهمهم طبعا، فلهم حرية الرأي والتعبير في ذلك، أن يقبلوا أو يرفضوا ما يخرج من قرارات سياسية، ويتم التعبير عن الرأي الضاغط عن طريق وسائل إيش؟ وسائل الإعلام أو الضغط الجماهيري المباشر، أو الضغط الجماهيري المباشر من خلال التجمعات والتظاهرات والندوات والمؤتمرات وكل الوسائل الخاصة بحرية الرأي والتعبير. وهذه الوسائل تكون متاحة للناس دون قيود إلا القيود اللي بضحها القانون. يعني حرية الرأي والتعبير هي مكفولة، ومكفولة على إطلاقه إلا من بعض التقييدات، يعني الاستثناء التقييد، الاستثناء التقييد تقيد إذا هذه الحرية أي حرية الرأي والتعبير إذا كان هذا الرأي أو هذا التعبير سوف يلحق الضرر بالآخرين. لا، بصير هنا بدنا نقول ما فيش إمكانية لحرية الرأي والتعبير إذا كان فيها ضرر في الآخرين. إذا كانت هذه حرية الرأي والتعبير والله بدها تأثر على نظام البلد، النظام العام، الأمن العام، مضرة بتكون بالصحة العامة، بالأداب العامة، بالأخلاق العامة، بقيم المجتمع، ببطل فيها حرية الرأي والتعبير. لا، بنقول للمواطن وقف، ما هذه ما هي حرية الرأي والتعبير لأنها تضر بالآخرين وتضر بالمجتمع. يسمى الضغط الجماهيري الذي يعبر عن رأي الناس بالرأي العام، الذي يعبر عن نفسه بوسائل متعددة، وهذه الوسائل نفسها تعتبر من ناحية أخرى من المؤثرات على الرأي العام ومن عوامل تكوينه. فالصحافة وسيلة للتعبير عن الرأي العام، ووسيلة للتأثير فيه وتوجيهه أيضا، وكذلك أجهزة الإعلام الأخرى. قيام النظام على الشفافية وارتكازه دستوريا على المساءلة والمحاسبة، أي الدستور هو الذي يضمن هذه الشفافية ويضمن المحاسبة ويضمن المساءلة، يعني حق المواطنين بالتغيير. متى؟ عندما يأتي موعد الانتخابات. احنا ما بنحكي عن انقلابات، ما بنحكي عن صراعات، ما بنحكي عن اضطرابات، بنحكي عن انتخابات حرة ونزيهة ودورية ومحددة بفترات زمنية محددة. يعني انا كمواطن متى سأحاسب؟ اللي انتخبته في الانتخابات اللاحقة، ما بنتخبه مرة أخرى. فيحاسبون من خلال صندوق الانتخابات كل المقصرين، إذ لا يكتمل النظام السياسي الديمقراطي إلا عندما يسمح قانونيا وفعليا بممارسة الضغوط المشروع على صانعي القرار السياسي. فيأتي القرار السياسي في نهاية الأمر نتيجة عملية تفاعل معقدة بين أطراف متعددة، أهمها قوى الضغط الشعبية والحزبية التي تضع الحكومة دائما في موضع المساءلة، تضعها أمام ضرورة إحداث التغيير والبناء للصالح العام، وإلا في أي انتخابات مقبلة لن ننتخبكم.
لن ننتخبكم. ويتضح مما سبق أن المساءلة والمحاسبة بدورهما تعززان وتطوران تكريس نهج الديمقراطية، الديمقراطية الحقة، وفي المقابل تتحقق الشفافية ويمنع نشر الفساد الذي يقود إلى تدهور أوضاع المجتمع على مختلف الأصعدة. الفساد إذا حل في بلد ما لن تقوم لها قائمة، لن تقوم لها قائمة، وما أصعب عندما يكون الفساد هو فساد سياسي، هذا سيلحق فساد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسف. للأسف لذلك فإن الانتخابات مهمة جدا كي نحاسب المقصرين ونحاسب الفسدة ونحاسب الذين لا يحق لهم أن يحكموا شعوبهم. فعدم تحقيق مبدأ المساءلة والمحاسبة يكرس التعسف تجاه المواطنين، وكأن على الفئات الضعيفة أن تتحمل وحدها دفع فاتورة الفساد والانحرافات. مين اللي حيدفع الفاتورة عادة؟ المواطن الفقير، المواطن الضعيف. إذن ركائز الانتخابات، الركائز الخاصة بالديمقراطية الثلاث، وهي الانتخابات، الترتيبات الدستورية، وأيضا حق المواطنين في مساءلة السلطة، هي مهمة جدا، وتطبيقها يعني تطبيق نهج الديمقراطية الحقيقية. احنا هيك بنكون خلصنا بحمد الله الفصل الأول من الديمقراطية، من مساق الديمقراطية وحقوق الإنسان. عرفنا فيه الديمقراطية لغة واصطلاحا، وتعرفنا على وسائل الديمقراطية، وتعرفنا على مقومات الديمقراطية، وتعرفنا على ركائز الديمقراطية، وتعرفنا على أشكال الديمقراطية أيضا وأشكال النظم الديمقراطية بشكل عام. وأي استفسار، أي شيء مبهم، إن شاء الله سيتم توضيحه من خلال محاضرة الزوم يوم السبت القادم الساعة 11 صباحا. دعونا أبنائي الطلبة الأعزاء نستكمل الشرح بالفصل الثاني، وهو بعنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة حقيقة قدمت على صعيد الاتفاقيات الدولية ونشر الأمن والسلم أشياء كثيرة ومهمة، ولكن للأسف بالمجمل وبمجمل ما قدمته على صعيد تحقيق أهدافها، الأهداف الخاصة بحفظ الأمن والسلم الدوليين أو توطيد العلاقات الودية بين الدول وحماية حقوق الإنسان، وأيضا إنماء العلاقات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين هذه الدول، كله في إطار الأمم المتحدة. للأسف لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب، وهذا يعود بالأساس للأمم المتحدة نفسها. هذه الأمم، هذه هيئة الأمم المتحدة، هيئة الأمم المتحدة رغم الإيجابيات التي قدمتها على صعيد تحقيق أهدافها، إلا أنها أو محققته يظل دون المستوى المطلوب بكثير، لا سيما في ظل هيمنة الدول الكبرى التي تمتلك حق النقد الفيتو في مجلس الأمن، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر انتصارا لمصالحها السياسية ومصالح حلفائها على حساب الانتصار لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. ونحن كشعب فلسطيني أكثر الشعوب الأرض معاناة من للأسف عنصرية الولايات المتحدة الأمريكية، ومن هيمنتها على مجلس الأمن، ومن هيمنتها على هيئة الأمم المتحدة، وبالتالي دعمها لسلطات الاحتلال للحرب الإسرائيلي
على حساب الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني. فعن أي ديمقراطية نتحدث وعن أي حقوق إنسان نتحدث في ظل هذه الهيمنة الأمريكية، هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة الأمم المتحدة، التي وبالتالي فهي تجير أعمالها، تجير تحقيق أهدافها بما يحقق مصالح هذه الدول الكبرى وتحديدا مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن رغم ذلك كما ذكرت نحن لا نتحدث أن هناك، أو بمعنى آخر أنه يجب أن نزيل الهيئة الأمم المتحدة، لا داعي لهيئة الأمم المتحدة. نحن لا نتعاطى مع الوكالات الدولية، لا نتعاطى مع الهيئات الدولية وخاصة كهيئة بحجم هيئة الأمم المتحدة بهذه الطريقة. نحن نؤكد أن هناك إيجابيات على صعيد مثلا الجمعية العامة، كل عام العديد من القرارات الدولية لصالح الفلسطينيين، على صعيد مجلس حقوق الإنسان وهو هيئة فرعية للأمم المتحدة أيضا على العديد من القرارات تتصل لحقوق الشعب الفلسطيني، العديد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أيضا تتصل لحقوق الشعب الفلسطيني. هيئة الأمم المتحدة نفسها صدر حتى عن مجلس الأمن في قرارات تتصل حقوق الشعب الفلسطيني، ولكن للأسف المشكلة عادة في تطبيق هذه القرارات خاصة مع تغليب المصالح السياسية على صعيد وعلى حساب الانتصار لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن مهم جدا في هذا الكتاب أن نتطرق للديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار هيئة الأمم المتحدة من الهيئة نفسها، بمعنى أن هذا الفصل يتحدث عن دعم الأمم المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان من أدبيات هيئة الأمم المتحدة. يعني هي إيش بتحكي عن نفسها. وهذا انتقادنا، حتى أنا حاطط في بداية هذا الفصل هذا التمهيد المهم جدا. إحنا نسود على مسامعكم إنه هي فعلا قدمت، ولكن دون المستوى المطلوب بكثير. وإحنا هي اللي حنسود حاليا هي إيش اللي الأمم المتحدة اللي حكته عن نفسها فيما يتعلق بدعمها للديمقراطية وحقوق الإنسان، للديمقراطية وحقوق الإنسان. عندما صاغ الأعضاء المؤسسون للأمم المتحدة، يعني المؤسسين الأوائل للأمم المتحدة الميثاق في 1945، لم يضمنوه مفردة ديمقراطية، لأن كثير من دول العالم لم تتبنى الديمقراطية كنظام سياسي، وإن تبنته لم تمارسه واقعا. وفي العقود السابقة التي مضت منذ توقيع الميثاق بذلت الأمم المتحدة أكثر من أي منظمة عالمية أخرى، هذا ما تتحدث فيه وعن نفسها الهيئة الأمم المتحدة، مزيدا من الجهود لدعم الديمقراطية وتعزيزها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من تعزيز الحكم الرشيد ومراقبة الانتخابات ودعم المجتمع المدني وتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمساهمة وضمان حق تقرير المصير في البلدان المستعمرة. طب أين حق تقرير المصير يا هيئة أمم المتحدة للشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي يرضى تحت الاحتلال منذ عام 48؟ أين الحق في تقرير المصير؟ أين الحرية؟ أين الاستقلال؟ ولكن للأسف كما ذكرت فهي هذه الأمم المتحدة تكيل بعدة مكيال وليس بمكيالين، وتقديم المساعدة على صياغة تساتير جديدة في دول ما بعد النزاع، يعني الدول اللي ما عندها دساتير كانت وفي فقط جل وقتها في نزاعات، لكن بعد ما يتم تحريرها من الاستعمار تتوقف فيها هذه النزاعات، هذه الصراعات، تساعدها في موضوع صياغة الدساتير الجديدة. ويذكرنا هذا الأمر بأن الديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير قابلة للتجزئة، وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالا وثيقا بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. صحيح، ولا يمكن أن نفصل بين حقوق الإنسان وسيادة القانون وبين الديمقراطية، كلها مواضيع مرتبطة فيما بعضها البعض، وكلها تستند إلى إرادة الشعوب. في العام 2007 طلبت لجنة السياسات التابعة للأمين العام، وهي أعلى هيئة لصنع القرار داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة، وضع استراتيجية على نطاق المنظمة للتعريف بنهج الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية. يبقى تم وضع استراتيجية على نطاق المنظمة
للتعريف بنهج الأمم المتحدة لدعم الديمقراطية. إيش نهجها في موضوع دعم الديمقراطية؟ إيش وسائلها؟ إيش اللي تقدمه في هذا الموضوع؟ طيب على إيش معتمدة في ذلك؟ على ثلاث أركان رئيسية لعمل الأمم المتحدة، وهي السلام والأمن والتنمية، وهي بالفعل هي أركان ومترابطة مع بعضها البعض وركائز أساسية. السلام والأمن والتنمية، بدون سلام فيش أمن، بدون سلام فيش تنمية، والعكس، بدون تنمية فيش سلام، بدون تنمية فيش أمن، وكذلك أيضا حقوق الإنسان. يبقى السلام والأمن والتنمية وهي مرتبطة، الأمن والتنمية مرتبطين مع بعضهم البعض، وحقوق الإنسان. يعني أنا ثلاث أركان رئيسية: السلام، الأمن والتنمية، وحقوق الإنسان، وهذه كلها مرتبطة مع بعضها البعض. لا يوجد سلام ولا أمن ولا تنمية يعني فيش حقوق إنسان. ما في حقوق إنسان، ما في حقوق إنسان، وفي فيش أعمال حقوق إنسان، يعني فيش باقي الأمور الأخرى، لا سلام ولا أمن ولا تنمية. وكلف الأمين العام الفريق العامل المعني بالديمقراطية في اللجنة التنفيذية للسلام والأمن، وطبعا أنشئت في مايو 2007 شهر 5، بمتابعة منتظمة لمسألة الديمقراطية ووضع الاستراتيجيات على وجه الخصوص. وبناء على ذلك، دعم الفريق العامل إعداد مذكرة إرشادية للأمين العام نشرت في العام 2009 بشأن الديمقراطية. في المحاضرة القادمة بإذن الله سوف نستفيد في شرح دعم الأمم المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان، وما كما ذكرت دعمها بناء على المعلومات الواردة من هذه المنظمة. ونحن إن شاء الله أثناء الشرح سنفند ادعاءات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق في دعمها للديمقراطية وحقوق الإنسان، لأنه مهم جدا نعرف هل فعلا ما تقول الأمم المتحدة هو مطبق عمليا، هل ما تقوم به يطبق على الجميع، يطبق على جميع الشعوب. هذا بإذن الله ما سوف نشرحه في المحاضرة القادمة. كل الود والتقدير لكم أبنائي الطلبة الأعزاء، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.